ابتدام السجال رجع بقوة بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وكان وزير المهاجرين غسان عطلة له دور أساسي فيه، وهيدا بعد إقرار مجلس الوزراء بموازنته لسنة 2019 مبلغ 40 مليار ليرة لبنانية لوزارة المهاجرين. السجال انحصر بالأول بين عطلة ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيوميجيان لتتوسع تداعياته على عدد من مسؤولين الحزبين وينتقل لجمهورين العونة والقوات على مواقع التواصل الاجتماعي. الأخذ والرد بين الطرفين ضل أسبوع بكامله لحديد احتوائه بالفترة الأخيرة. هالمدة الزمنية المتواصلة لهيدا المشكل بيّنت انقطاع بالتواصل بين القيادتين، وأنه وصلت العلاقة بين الطرفين لمستويات مش مسبوقة من وقت مصالحة 2016 الشهيرة. هيدي المرة الخلاف بلّش على خلفية تقنية وتحول لفتح دفاتر الماضي، خاصة بعد الموقف يلي أطلقه رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل من الكورة، بس قال نحن جينا من الجيش ومش من الميليشيات، هيدا موضوع شرفنا. لهذا السبب البعض مبسوطين اليوم لاعتقادهم انهم عم بيضربوا علاقتنا مع الجيش. معركة الكبيش اللي عم بتزيد بين الطرفين مع مرور ايام هيدا العهد الى علاقة شي بالمعركة الرئاسية المقبلة اللي عم بتحط القوات بالمواجهة مع باسيل ومش مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. الاشتباك هو مع الوزير باسيل، لأن الوزير باسيل هو رئيس التيار وهو يتولى ادارة فريقه الوزاري والنيابي، وهنا الاشتباك ليس مع وزير محسوب على رئيس الجمهورية، أن الوزير الذي حصل معه الشباك محسوب على الوزير جبران باسيل. ونحن لم نستعن هذا السجال. هذا السجال للأسف جاء نتيجة سؤال طبيعي وبديهي، لها حق القوات اللبنانية بأن تسأل، وعلى الوزير أن يجاوب بحدود هذا السؤال. المؤسف الذي حصل أن هذا الوزير وبدلا من أن يجاوب بحدود السؤال ذهب باتجاه نقاش ينتمي إلى الحرب الأهلية. أن القوات اللبنانية لا تخوض مواجهة بالجملة مع التيار، هي بموقع رد بالفعل على بعض مواقف صادرة عن بعض وزراء الوزير باسيل. الفارق بين الأمس واليوم أنها قررت بشكل واضح أنها لن تسكت من الآن صاعدا عن أي تطاول عليها، وبالتالي سترد بشكل مناسب. أن هناك شوازات وتجاوزات عديدة من قبل كثير من الأطراف، ولا من ينتقد ولا من يعني يشير إلى هذه المخالفات من قبل فريق القوات اللبنانية. هذا العتب، يعني أنه بالآخر ما في إلا فريق واحد بس حاطينه ونازلين فيه يعني انتقادات، وخلافا لما هو يعني الحقيقة بتقول. وهذا شيء مش من اليوم، يعني بكل الأسف منقوله. ليش التركيز على هالفريق هذا؟ لا، في شيء ملفت، يعني في شيء ممنهج، في شيء يعني مركز على فريق معين مثل ما قلت لي. سجل تشعب وبطل معروف سببه الرئيسي. شو هي الاتهامات يلي بينسبها الطرفين لبعضهم، وشو السبب الرئيسي للخلاف؟ انه هو الطرف الوحيد الذي يتشعب معه السجال بهذا الشكل. نحن يعني حكينا بعتقد بجلسات الموازنة وقبل جلسات الموازنة يعني إيش عدة أمور تتعلق بعدة وزارات، تتعلق بوزارة الأشغال، تتعلق بوزارة الاتصالات، تتعلق بوزارة المالية، ولا مرة نقاش بياخد طابع فتح الحرب الأهلية، دفاتر الحرب الأهلية وصفحات الحرب الأهلية. ما في إلا مع هذا الطرف. في كل مرة نناقش ملف بواخر الكهرباء نرجع للحرب الأهلية، نناقش ملف المهجرين نرجع للتأشير. المؤسف هو هنا. نعم، 40 مليار ما بيحكشوا سنين، هذا التعبير اللبناني، ما بيحكشوا لسنين على للوزارة، لناحية أنه من تبقى اليوم هو المظلوم، هو صاحب الحق، هو الذي لم ينال حقه على فترات طويلة من هذه الوزارة. كان يعني بأكثرية الأوقات الأموال تذهب إلى المهجر وليس إلى المهجر. بتعرف اليوم إذا أوعى خيك بالآخر، يا خي عم قل له يا خي شو بيك مركز على فرد اتجاه. يعني هناك كثير من الشوازات اللي بتحصل وحصلت معهم وحصلت مع غيرهم وما حدا عم يحكي.
المفروض اليوم أن المصالحة المسيحية المسيحية فتحت صفحة جديدة من التعاون والتنسيق، إلا أنه اليوم عم نشوف الحزبين رجعوا يتعادوا على كل ملف ومفترق. فهل سقطت الهدنة بين الحزبين وصارت المعركة مكشوفة، أم أنه رح يجربوا يرجعوا يعززوا التواصل بيناتهم ليرجعوا على أساسات الهدنة اللي جمعتهم؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.